وطبعا تقديري ان ده ما كانش حكم قضائي، يعني ده ممكن يتصنف تحت بند احكام سياسية، لانه طبيعة القضية المتهم فيها نقيب وعضوي المجلس هي قضية اصلا ليست لها اي سند من القانون. هم متهمين بعملية ايواء لمطلوبين للعدالة. هؤلاء الشخصين الذين جم هنا واتخذوا من النقابة مكانا لهم، هم أعضاء، في واحد منهم عضو في النقابة والآخر يمارس العمل الصحفي، ونحن نقابتنا مفتوحة لأعضائه، فكيف النقيب يتهم بإيواء عضو هو أصلا ما يقدرش يمنعه من دخول النقابة؟ فمن هنا ده موقف سياسي من النقابة. فالحكم اللي صدر النهاردة أنا أعتقد يعني تصحيحا للمصطلح أنه حكم ضد نقابة الصحفيين وليس حكما ضد نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، لأن النقابة تمثل رمزا لهذا المجتمع كقلعة من قلاع الحرية في الدفاع عن كل من هو يعارض بشكل سلمي النظام السياسي الحالي، وهذا النظام يرفض أن تتحول النقابة أو أن تقوم بهذا الدور في ظل الظروف الموجودة حاليا.